إلا أننا ما زلنا نتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد، لا سيما في مجال مكافحة الفساد، والسعي قدما دون هوادة لاسترجاع عائداته غير المشروعة. إن موضوع العائدات الإجرامية يشكل حجر الزاوية المفصلية على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عموما وجرائم الفساد خصوصا. ذلك أن التجارب المقارنة قد بيّنت أنه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها سوى ضرب شريان المذنبين في ذمتهم المالية، كون الدافع لهذا الإجرام هو بالأساس تحقيق الربح السريع غير المشروع. وفي هذا السياق فإن الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية وإلائها العناية اللازمة من خلال تعميق تحريات بشأنها لكشف الجنات وحصر عائدتهم. القضاء الوطني بما يتوفر عليه حاليا من كفاءة عالية ووسائل وآلية قانونية لا قادر على التكفل بمعالجة هذا الموضوع من القضايا التي تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بكيان المجتمع كاملا.